والمشاهدين نتابع مع حضراتكم الأحوال الجوية مرة ثالثة وأخيرة إلى ليلى عمر، تفضلي. شكرا لكم، ووقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الخميس طقس خريفي مائل البرودة في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة في أول الليل، بارد في آخره على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية. البداية مع القاهرة والعظمى 24، الصغرى 14، الإسكندرية 23-13، مطروح 24-12، بورسعيد 23-15، الإسماعيلية 25-12، السويس العظمى 24، الصغرى 13، العريش 22-12، طابة 22-14، شرم الشيخ 25-18، الغردقة 26-17. نتحول للأقصر 25-12، أسوان 26-13، الوادي الجديد 25-11، شلاتين 27-18، حلايب 25-19. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.